في عينيك الليل يضحك والنهار إزميرالدا زرق العيد الحب وأنت في ضوء قلبي إزميرالدا حبيبتي إزميرالدا حبيبتي الحب يولد في عينيك إزميرالدا لكني مع المشاكل. ماذا سيدتي؟ خوسيه أرماندو أخبرني أن الدومينجا ربت إزميرالدا. نعم بلانكا، دومينجا هي المرأة التي ربت إزميرالدا. ولما أخفيت هذه الأمور؟ لم أعر للأمر أهمية. من أين أتت تلك الفتاة؟ وكيف أن دومينجا هي من رباها؟ تعرفين هذه القصة؟ إزميرالدا أصبحت يتيمة الوالدين في طفولتها ولم يكن لديها أحد، ودومينجا اهتمت برعايتها. لكن دومينجا فقيرة، من دفعها إلى تحمل المسؤولية هذه؟ غالبا ما تحدث هذه الأمور في الطبقات المتواضعة. من الممكن أن والدي إزميرالدا كانا صديقين لدومينجا، أو تربط بينهم صلة قرابة. لماذا تشرعي صغيرتي برسم لوحاتك؟ فالرسم يريحك. فقد اضطربت كثيرا اليوم. أدركت الآن أنني ارتكبت خطأ بطلب من إزميرالدا أن تبتعد عن خوسيه أرماندو. كل ما فعلته هو جرح شعورها، وأيضا في تعجيل هذا سأهش. لو عاد لي القرار لانفتحت أبواب هذا المنزل أمامه. يجب أن تسمح لهما أن يتبعا عاطفتهما بحرية. يعلمان أنهما سيعرفان السعادة معا، وإذا جمع أموالا لسبب ما. إزميرالدا، كنت قرب الكهف؟ نعم فرشتة، ذهبت مع ماليسيو. لكن أخبريني، هذا خوسيه أرماندو؟ هل أتى إليك؟ نعم فرشتة، قلت له إنني أود الانفصال. إذن افترق عنك إلى الأبد؟ رفض أن يتركني، يفضل أن يخسر كل شيء ولا يخسرني. معقول؟ إنه يحبك بعمق. يجب أن تتطايري من الفرح. هذا الحب العظيم والمترفع كنز نادر لا تجدينه أبدا إزميرالدا. أتمنى لو أعرف يوما حبا مماثلا. نعم، إذا لم تبكين؟ لأنني وددت أن تحبني عائلة بنريال، فأردت ذلك بشدة، لكنني فشلت. دكتور، دكتور، علمت بأمر يهمك. لقد التقيت بماريبيل، هل تذكرها؟ تلك الشابة التي عملت معك لفترة حين كنت تعاين سكان البلدة. نعم نعم أعرفها. إنها تعمل في العيادة، واحذر من رأت نهار البارحة. إذن أخبريني ما جرى. إزميرالدا والدكتور بنياريال ذهبا إلى هناك ليخضعا لفحوص. طلبت من ماريبيل أن تتحقق وأن تخبرني بالتفصيل ما الموضوع. فلو كان ما أشك به دكتور. وأنت بما تشكين؟
الفحوص الوحيدة التي يخضع لها شخصان متحبان هي فحوص ما قبل الزواج. أظن أن إسميرالدا والدكتور بنيريان يتخذان الاستعدادات للزواج. لا أسمح بهذا أبداً أبداً. أتيت أتمنى لك ليلة هادئة. بني، أنا آسف على كل ما يحصل. لن أسألك عمن ضغط على إسميرالدا لتفترق عني. ألو، بخير دولفو، وصلت بخير؟ ممتاز، إنه هنا معي حبيبي، تكلم معه. ألو، كيف حالك بي؟ بخير، أحضر عقدا مع معمل تعليب سان دييغو. أتمنى لك التوفيق. أكلمك لأنني لا أريد منك أن تسيء الظن بعد قبولي بزيارة تلك الريفية إلى منزلنا. ما زلت أعاني بشدة علاقتك بها، وعند عودتي أريدك أن تكون قد أنهيت هذه المسألة. لا يمكنني أن أتركها، خصوصا في الوقت الحاضر. لما؟ لأنني قررت أن أتزوجها. هل يعقل أن ترتكب مثل هذا العمل الجنوني؟ ليس جنونا أبي، إنها خطوة أرغمتموني على اتخاذها لألا تفرقونا. أحذرك بأن هذا لن يغير الوضع إطلاقا، بل على العكس سأضاعف رضاني لأفرق بينكما. لن يفرقنا شيء أبي، لا شيء ولا أحد. إذا خلت أنك ستبتسمني انسى هذه الفكرة. لا أبه لو أن تلك الشابة التي لا شك وهبت نفسها لك لتورطك أصبحت زوجتك رسميا. تأكد سأحتقرها، وشهرة بنيريال لن تحملها إطلاقا. لا أسمح لك بإهانتها، إنها شريفة جدا ولن تلطخها بشكك. ثم إنها تتفوق بنبلها على آل بنيريال. إياك أن تتفوه أمامي بهذه السقامات. اسمع، أمنعك وبشكل قاطع أن تتابع مشروع زواجك السخيف، وعندما سأرجع سنحسم جيدا هذه المسألة التي سئمت منها نهائيا. يحزنني أنكم لا تفهمون مشاعري. آسف، إني آسف أمي. Has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. De todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. أكمل دليل. مشاكلك كثيرة. أجل، إني أمر بأوقات عصيبة أحيانا. يصعب محاربة اللا إدراك والتصلب وعدم التفهم أيضا. صحيح، كأنك تسير ضد تيار نهري جارف. لن أعترف بالهزيمة، سأناضل لأصل حيث أريد. أحيانا التيار قوي يجرف الأشجار، كيف لا يجرف إرادة الرجل؟ لن تلين همتنا، يجب أن نناضل ونملك الشجاعة لنفوز. يسهل الكلام، لكن هل يحدث أنك تعيش أيضا وضعا مماثلا؟ نعم دكتور، لكن لا أمل لي أبدا. بلى بالطبع، طالما أنك حي على الأمل أن يبقى حيا فينا. ناضل من أجل ما تريد. وهل ستفعل؟ ستناضل من أجل حبك ضد الجميع. الجميع؟ نعم، لن أبالي بالعواقب إذا علمت أنني سأنتصر في النهاية. دومينغا، خوسي أرماندو يريدنا أن نتزوج في أسرع وقت ممكن، وهو يقوم بكافة الاستعدادات لزفافنا. يسرك هذا؟ أعرف دومينغا،
أعرف أنك تحبينني وتريدين سعادتي. لطالما كنت أما بالنسبة إلي، الأم التي لم أعرفها. اسمعي، بعد زواجك خص أرماندو سوف نأخذك معنا، وسنخصص لك وحدك غرفة جميلة كبيرة فيها ستائر مزخرفة وكرسي هزات، وستساعديننا في تربية أولادنا. طبعا عندما نرزق بهم، حينها ربما أكون قد أبصرت بفضل العملية دومينغا. سنكون سعداء، سنسعد كثيرا دومينغا. أمي بني، أرجوك أصغي إلي، لا تتسرع، انتظر حبيبي أن يعود والدك لتتوصلا إلى حل ويتم كل شيء بموافقته. أمي تعرفين أن هذا مستحيل. ما الفرق لو انتظرت يومين؟ لا أرى سببا، اتخذت قراري، أريد أن أتزوج بسرعة. كثير لو طلبت منك أن تنتظر فقط لبعض الوقت. دعيني أتصرف على طريقتي، لست صغيرا، أعرف جيدا ما أرغب به. لا تقلقي، أطلب منك فقط أن تفهميني وتحبيني دوما. أنا القاضي فلورنسيو كاستيو، بما أساعدكما؟ أنا الدكتور خوسيه أرماندو بنياريال، نريد عقد قراننا. نعم بالتأكيد، ومتى تودان إقامة حفل الزفاف؟ الآن وهنا. لكنكما بحاجة إلى... ها هي كل أوراقنا. لكن أين الشهود؟ هؤلاء هم الشهود، ينقصنا شيء بعد؟ لا دكتور، سأزوجكما حالا، لحظة من فضلك. أخبريني أين إسميرالدا أو تموتشين. ذهبت مع ذلك المغفل، أين هي؟ أين؟ يجب أن أتصرف، يجب أن أجد سبيلا لأحول دون إتمام هذا الزواج. خوسيه أرماندو سيتزوج بإسميرالدا ومهما كان الثمن. اعترفي بالهزيمة ماما. اعترف بالهزيمة؟ أبدا، حتى لو خوسيه أرماندو تزوج بتلك الحقيرة رغما عن كل المعارضة، أقسم إنني سأجد وسيلة لأفرقهما. دومينغا، ما بك؟ أنت مريضة؟ لوسيو أتى يبحث عن إسميرالدا؟ أين هي إذن؟ مع حبيبها؟ ذهبا يتزوجان الآن. إني أعلنكما زوجا وزوجة. تهانية، تهانية دكتور بنياريال، تهانية سيدة بنياريال. سيدة بنياريال، نعم.
ميس ميراندا، أنت زوجتي ولن يفرقنا أحد. إسميرالدا والدكتور بنريان. دكتور، تعرف أن هذه المعلومات سرية. أرجوك أرجوك، أود أن أعرف خدمة وأرد لك الجميل. تهاني يا صغيرتي سيدة كاميرا. شكرا سيدة أنجريت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الدكتور خوسي أرماندو. أكثر من قبل ومن المهم أن تعلم إزميرالدا الحقيقة دومينغا. سأنصرف وأود من إزميرالدا أن تمر بي ولو قليلا. يؤسفني أن أدعك وحيدة، لكنني تركت مدفني أيضا لوحده. شكرا على قهوتك. أخفتني أخفتني فيرمين. يسرني مجيئك ماليزيو. ستبقى مع دومينغا هنا. نعم أنا أتيت أرى أميرتي. هي ليست هنا ماليزيو، لكنها لم تتأخر. ابقى مع دومينغا ريثما تصل إزميرالدا إليها. نعم حسنا 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 سأنتظرها. زلتي خرساء دومينغا، خرساء مسكينة 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 مسكينة. لا لا ويلي، لا لا تقلقي دومينغا، لا لا تقلقي دومينغا. الأحمق ماليزيو سيصلح كرسيك الآن. دعني بسلام. كيف تريدني أن أعبر لك أنني نسيت وجودك؟ لا أحبك أدريان، افهمني أنا أرجوك. لا تتبعني، لا تضايقني أكثر. أريدك أن تدعني أعيش بسلام وأنساك. أرجوك.
أين نحن؟ على الطريق. تريدين طعاما؟ أحبك زوجتي العزيزة. وأنا أحبك خسر مضي. أحقا لست أحلم؟ لا حبيبتي، ابتداء من اليوم سأحقق لك كل أحلامك. دكتور مالافيل، ماذا تفعل هنا؟ إذا خوسيه أرماندو خرج في وقت باكر، هذا الوقت لكي يرجع. فأنا لا أصدق أنه لم يعلم بلانكا بوجهته. هو مع تلك الشابة.